السلام عليكم. ثم مثل أكيد بكلنا نعرفوه يقول لك من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولما يشعر. الإنسان بصفة عامة ما يشعر بالنعمة اللي كان فيها إلا ما يفقدها وما يعرف قيمتها إلا ما يفقدها. المثل هذا ينطبق على حمدو الهوني اللي نجم نقول عليها رسميا اللاعب السابق للترجي الرياضي. الفترة اللي كان متواجد فيها مع الترجي المستوى متاعه كان متذبذب. في بعض الأحيان جماهير الترجي الرياضي تهتف باسمه، في بعض الأحيان جماهير الترجي تنتقده. الموسم الفارط حمدو الهوني خلينا نقول الستة شهور الأخرانية أو في مرحلة العودة وفي مرحلة البلاي أوف قدم أداء محترم، ممكن حتى الأداء متاعه لا يرتقي لتطلعات جماهير الترجي الرياضي، لكن مستواه كان أفضل من برشا ملاعبية متواجدين في الترجي الرياضي واللي إلى حد الآن مازالوا متواجدين فيه. يقول القائل إش مجبد حمدو الهوني اللي هو خرج من الترجي، وأنت يا بياري تحكي في حلقة اليوم على آخر أخبار الترجي الرياضي. أما قبل ما نحكيه على حمدو الهوني ومعوض الهوني اللي هو الجزائري غشة، نجم نقوله شبه رسمي الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع اللاعب برازيلي الجنسية يانا ساسي، لاعب وسط ميدان هجومي. يعني عدنا سنوات وسنوات ما تخلش للبطولة التونسية، لاعب برازيلي لاعب أرجنتيني. يعني الصفقة هذه لو تم، زلت ما عنديش المعلومات الكافية على الصفقة بين الترجي الرياضي التونسي واللاعب البرازيلي، لكن النجم نقولوا الترجي الرياضي التونسي دخل في الصحيح. الترجي الرياضي التونسي الصفقات السابقة نحكيوا على الملاعبية اللي انتدبهم من الأولمبي البيجي واللي انتدبهم كيف من الاتحاد المنستيري، هذيك الصفقات محلية، هذيك ممكن مخليها للبطولة التونسية. الصحيح جاي من الترجي الرياضي التونسي للصفقات اللي باش يركح بها أموره في رابطة الأبطال الإفريقية. نرجعوا الحمدو الهوني. هما وعد حمدو الهوني تطلعاته أو أهدافه أو سقف أهدافه أصبح أعلى من سقف أهداف الترجي الرياضي التونسي. قال لك خويا خليني نمشي، بما أني أنا نجم خليني نمشي مع النجوم اللي انتقلت للدوري السعودي. غادي فين باش نواجه كريم بنزيما، فين باش نواجه كانتي، فين باش نواجه كريستيانو ورونالدو، والنجوم الجدد اللي مازلنا باش نشوفوهم متقمصين ألوان الأندية السعودية. ماشي في باله هكا، ماشي في باله نجم كبير باش يفرحوا به غادي حمدو الهوني يلقى روحه يتفاوض مع فريق أهلي طرابلس. حتى كان باش تجيبها لا عادي، لا مش عادي. ترجي رياضي الموسم الحالي كالعادة تشامبيونز ليج، كالعادة الأهداف متاعه أدوار متقدمة في رابطة الأبطال الإفريقية، والهدف الرئيسي ليه وطموحاته أنه يفوز باللقب في المقابل أهلي طرابلس. ممكن الهدف متاعه أو لو حقق الهدف متاعه، مانيش عارف أهلي طرابلس متواجد في رابطة الأبطال ولا الهدف متاعه أنه يتأهل لدوري المجموعات. ما نصورش وما نفكرش ممكن ثم سنوات التالي ما نفكرش أهلي طرابلس تأهل للدوري الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية. هذه نقطة فيما يخص المسابقات الإفريقية. فيما يخص البطولة التونسية بطبيعة لا تجوز المقارنة بين البطولة التونسية والبطولة الليبية. البطولة الليبية بكنا نعرفوا إلا ما ينتهي الدوري التونسي بعد يجيوا يلعبوا البلايوف متاعهم في الملاعب التونسية. يعني حمدو الهوني منعه من هنا فصاعدا في كل مقابلة باش تلعب في الارتيفيسيال، باش تلعب في الترتون. في المقابل الترجي الرياضي التونسي اتفاوض مع اللاعب او تعاقد رسميا مع اللاعب الجزائري غشة، وهذيك علاش قلنا وديما نقولوها وديما نعودوها وبكنا نعرفوها، راهو الفريق عمره ما يقف على اللاعب. الترجي الرياضي التونسي اتجاوز حكاية حمدو الهوني وتعاقد مع لاعب اللي باش نحكيو عليه حاليا. في المقابل حمدو الهوني النجم نقولوا عليه تراجع او رجع خطوات او 10 20 30 خطوه الى الوراء لو يتعاقد مع فريق اهلي طرابلس. بخصوص اللاعب غشة اللي رسميا عوض حمدو الهوني، المهمه نتاعو راهي باش تكون صعيبه وباش تكون صعيبه على الاخر. جماهير الترجي الرياضي امامهم لاعب عنده سنوات في الترجي اسمه حمدو الهوني، حتى لو ما يكونش في اوج عطائه لادفرسيري خويا تحب ولا تكره تخاف من
جماهير الخصم تخاف منه، نوعية متاع الملعبية حتى يكون راقد مقابلة كاملة ديما عينك عليه، ديما ثم مدافع اثنين يكونوا حصرين وعلى خاطر عادي راهو يفسخ لك زوز ثلاثة ملعبية، باس مزيانة بري باس ديسيزيف كيف كيف يسجل لك هدف ويقلب عليك الطاولة. النوعية هذه متاع حمدو الهوني مفقودة في البطولة التونسية حتى في القارة الإفريقية. جاي حاليا اللاعب غشة اللي يلعب في أندية جزائرية حاليا يلعب في الدوري التركي، المهم متاعه باش تكون صعيبة على الأخر على خاطر باش يعود لاعب اسمه حمدو الهوني. صحيح البعض يقول لك الموسم الحالي على ما أظن مسجل زوز ثلاثة أهداف، لكن راهو ثم حاجة أخرى أهم الأهداف اللي مسجلها، كي تشوف اللاعب تقريبا في كل المقابلات يلعب حتى لو مش أساسي ينزل الشوط الثاني، نحكيه على إطار فني معمل عليه ونحكيه على الدوري التركي تحب ولا تكره أفضل من الدوري التونسي. صحيح ما تسجلش أهداف نجم نقول لك عادي، لكن يزمك تقدم لي التمريرات حاسمة، يزمك ترجع لي فريق وقت اللي يكون خارج الطرح ترجعه للطرح، لهنا حتى كان ما تسجلش أهداف تعتبر نجحت في تعويض حمدو الهوني. أما أخويا سجل ليش أهداف ما تقدم ليش تمريرات حاسمة، وكل مكلة النوعية متاع الملعبية اللي يلعب في اللعب السلبي اللي فسخ الكزوز ثلاثة ملعبية ويرجع بالتوالي، هذا الكل تعتبر هي صفقة خاسرة للترجي الرياضي إلى حد الآن. للنجم يقولوا الصفقة خاسرة، للنجم يقولوا الصفقة رابحة. الصفقة باش نعرفوها رابحة وجماهير الترجي الرياضي باش يعرفها رابحة لو اللاعب الجزائري غشة يقدم أداء أفضل من الأداء اللي قدمه حمدو الهوني في مسيرته مع الترجي الرياضي. وزيد على هذا راهو لاعب في تشامبيونز ليغ ولاعب كيف كيف في الكاف، يعني يعرف أجواء القارة الإفريقية وأدغال إفريقيا. ما نش نحكيه على ملاعب إنه متواجد في الدوري التركي ولا كان ينشط في الدوري الفرنسي ومتكون فيه وانتقل للدوري التركي، ما يعرفش أجواء إفريقيا كيف ما ينجم يتأقلم معها كيف ملالي. اللاعب غشة متأقلم مع أجواء القارة الإفريقية بلغة أخرى، ملاعبي مرامدي، ملاعبي ما تخافش عليه، ملاعبي قادر حتى فكل الارتيفيسيال وكل التيرانات اللي عاطية على حشيش قادر انه يقدم لك إضافة إن شاء الله تكون صفقة ناجحة بالنسبة للترجي الرياضي. نوعية يلزمنا نوعية متاع ملعبية في البطولة التونسية باش يرتفع بها المستوى، رانا ما عملنا حتى شيء وقت اللي يخرج لاعب في قيمة حمدو الهوني ويجي ملاعبي للبطولة التونسية الأداء متاعه يكون أسوأ منه، لهنا مستوى البطولة التونسية راهو باش يزيد ينزل أكثر. على كل حال هذه آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي اللي انتقل اليوم للسعودية من أجل البطولة العربية. ممكن إلى حد الآن ما نجموش نتأكد، وراهي الانتدابات اللي قاعد يقوم بها الترجي الرياضي انتدابات صحيحة ما نجموش نتأكدوا منها 100% إلا ما نشوفوا ملعبية هذوما سيرتيران، إلا ما نشوفوا الملعبية هذوما في ساقيهم الكرة وهما يفسخوا في الملعبية باش نتأكدوا، أو جماهير الترجي الرياضي باش تتأكد 100% إنه الصفقة ناجحة أو الصفقة فاشلة أو الصفقة يلزمها شوية صبر. حلقتنا اليوم وفات كالعادة البياري متبقى كان باش يقولكم هذه آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، استناونا في حلقات أخرى، استناونا في آخر أخبار النادي الإفريقي. في الختام البياري متبقى كان باش يقولكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين، تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، وسلام.